وقوله من الشرك، هل هو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ ما ذكره هنا قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر، وذلك بحسب معتقد الشخص. ومن ثم فإن من لبس الحلقة والخيوط ونحوها من حديد أو من مسامير أو من نحاس أو من جلد أو ما شابه ذلك، وما ذكر هنا من الحلقة والخيط أدرج بعده كلمة نحوهما من أجل أن يشمل الحكم كل ما يعتقد فيه الإنسان أنه جالب للنفع أو دافع للضر. فمن اعتقد أن هذه الأشياء وهي لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما، من اعتقد أنها تؤثر بذاتها فهو مشرك بالله عز وجل، فهو من الشرك الأكبر. لما؟ لأنه اعتقد أن مع الله خالقا آخر، وهذا شرك في توحيد الربوبية. وأما إن اعتقد أن المؤثر هو الله عز وجل وإنما هذه سبب لرفع البلاء أو دفعه، فهو من الشرك الأصغر. لما؟ لأنه جعل ما لم يجعله الشرع سببا جعله سببا، فكأنه شارك الله عز وجل في هذا السبب،